الاسد بخطط في صدرك حرق كل على فيلك سفلك هزفلك اسفلك تسم في سايقك براحتك برضه زي ما انا قلت لكم التلاتة بتوعي بس انا هنا معلي التلاتة بحيث ان هما التلاتة لما يبقوا مع بعض يبينوا قوة في الفلو يعني انت ودماغك حسب ما دماغك تجيب عادي ممكن لو وطيتهم يطلعوا احسن بس اصلا عندي هنا قايل في حتت كلمات يعني مدي باور في ليارات وباور في ليارات تانية وباور في كلمات وقعت باور في كلمات تانية فانا حاولت اخليهم هما التلاتة نفس الليفل كده صفر او واحد عشان يدوا باور كده وانا بقول زي ما احنا سامعين مش هجرب بس استغرب من لقات العقرب جابوا كل مرة بفكرك انك سلامة مسمرك في حتك وكربك في ظهرك ظبط الحروف على بعضها ده احسن مفروض ده شيء اساسي بس البروجكت عندكم اهو ان شاء الله تستفادوا وان شاء الله معادنا في درس رابع بقى ومع كل تحياتي ليكم.